أعداد الإحصائيين التواصلية مع جميع الممارسين العاملين في قطاع الصحة على المستوى الوطني. أعلن رسميا عن الافتتاح لهذا الملتقى، وأتمنى لكم كل النجاح في أشغالكم. بارك الله فيكم. اليوم باسم السيد والي ولاية مستغانم أشرفنا على انطلاق أول يوم دراسي ذات بعد دولي. هذا اليوم الدراسي الذي يتناول كل الأمراض التي تمس غشاء الرئتين يعني لابلافر، يندرج في إطار مخطط التكوين الذي أعده المركز الاستشفائي الجامعي، وهو أول يوم دراسي تنظم هذه المؤسسة الفتية الحديثة النشأة يعني التي أحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في أكتوبر 2021. هذا اليوم الدراسي يتناول موضوع الذي يتماشى مع معطيات الصحة العمومية، خاصة كل ما يمس الأمراض الصدرية وعلى رأسها أمراض السل التي تعد من أولويات الصحة العمومية في الولاية وكذلك في الوطن. مرحبا بكم، شكرا على التغطية الإعلامية لهذا الملتقى الدولي الأول حول الأمراض الصدرية اللي تم تنظيمه من طرف المركز الاستشفائي الجامعي مستغانم. كان تحت الرعاية السامية للسيد والي الولاية المحترم، الحمد لله، ونشطوه مجموعة من الخبراء اللي لديهم باع طويل في هذا الأمر. وما يخفاش عليكم أنه المركز الإشفائي الجامعي المهام تاعو ثلاثة، هي العلاج والتكوين والبحث. Je suis retourné comme on dit sur ma terre natale en Algérie, puis venu à Mostaganem sur l'invitation du docteur Kada afin de participer à un cours qui s'appelle la plèvre. La plèvre, c'est ce qui couvre le poumon. Cette plèvre a une fonction diverse et variée. Elle permet de protéger le poumon, elle permet d'envelopper le poumon, elle réagit aux infections, elle protège le poumon. Et quand la plèvre est malade... غالبا ما تفوت الاطباء الاخصائيين ما يفوتوهاش مليح. من بين الامراض هذه تاخذ وكما حنا نقول التوش لا بليفر، سي التوش لا بليفر سي التوش لا مومغان كي ابارامون الي با فيزيبل، مي سي لو بلان ميديكالمون بارلون الي تري تري امبورطون.